السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا نتكلموا على لعاب بالرحمة، يعني بالرحمة اللي صنع اليوم في المباراة أمام مان يونايتد، يعني وين صنع، يعني صنع العجب بالرحمة لصنع العجب، يعني صنع العجب يعني بتسجيل هدف، يعني وين دالو تاع انا يسموني سعيد بالرحمة، دالة وحدة تاع انا هو السعيد بالرحمة اللي سجل الهدف يعني في الدقيقة 27، يعني وين سجل هدف في الدقيقة 27، يعني مباراة قوية، مباراة يعني كانت في القمة، مباراة اللي كانت في القمة، يعني وين شاهدنا وين حتى وين جاب بيناتي، جاب بيناتي يعني بالرحمة ليبقى اللعاب ليصنع الحدث في مع ويست هام. لكن يعني وين نقولوا باللي مدرب كبير يعني مثل اللعاب مثل المدرب تاع ويست هام، يعني وين دافيد مويس وين مدرب نادي ويست هام، اين وين يرى ان بالرحمة لعاب مهاري وتكتيكي بامتياز، ويقوم بعدة ادوار ويملك شخصية قوية فوق أرضية الميدان. لكن يرى المشرف تاعكم انتوما، المشرف تاع بعض الناس، يعني بالرحمة يأتي خيار الأخير وهو غير قادر على إبراز مكانته الأساسية في المنتخب، ويرى لا يملك مستوى الذي يؤهله للعب في المنتخب، ويخلى بعض يعني المهيشرين مساكين يعني يقول لك بالرحمة عطاوه بزاف فرص. يا ودي بالرحمة قول لي شحال لعب من الوقت، شحال من دقائق لعبهم في ليكيب ناسيونال، ما تقوليش مباريات، كان لي على بالك كان لي حاسب له في مباراة حاسب له 10 دقائق، يقول لك مباراة، يقول لك عطاه 17 مباراة، هذه 17 مباراة ربي يقولوا لي وين لعبها بالرحمة، 17 مباراة اللي كنت تهضروا عليها وين لعبها؟ علاش بالرحمة يدخل ما يكون مستوى مهود، ما يكونوا خارجين مجال التغطية؟ دخله كونتر سيراليون، دخله كونتر بوركينا فاسو في مراكش، يعني كنا خارج مجال التغطية، دخله كونتر سيراليون كنا خارج مجال التغطية، كنا كونتر غينيا استوائية خارج مجال التغطية، كونتر كوت ديفوار خارج مجال التغطية، يعني دائما يدخل بالرحمة خارج مجال التغطية. أيوا من بعد يقول بالرحمة ما دار والو، بالرحمة أنتم كنتم تنفخوا فيه، يا ودي بالرحمة كبيرة. انت ما عندكش مدرب، انت ما عندكش مدرب، مدرب مكاش، انت ما عندكش مدرب، انت كي تقول لي بالرحمه مشي لعاب، علاش تولى بالرحمه؟ بالرحمه مشي لعاب، ما فهمناش. انا نقول لكم هناك عده تفسيرات من طريقه اللعب الى التوظيف مدرب الى المجامله في الاختيار. كذلك لابد أن نعلم أنه في المنتخب لا يعلمون تكتيك كثير مثل الأندية، تخيل حتى اللعاب عبقر يعني مثل ميسي كانوا يقولون عنه لعاب نادي، وهذا غير صحيح. تاع الأرجنتين ما كانوش يعايروا ميسي يقولوا له تاع البارسا، ميسي تاع البارسا، حتى الناس منا بتوعنا منا ولو يتبعوا باللي ميسي تاع البارسا يقولوا عنه أنه لعاب نادي، وهذا غير صحيح. كما أن هناك مثل يعني لاعبين كثر يعني مثل اللعاب ذاك تاع لازيو، بحيث أن الهدف هداف للدوري لعدة سنوات لكنه تائه مع المنتخب رغم تعدد يعني المدربين منتخب الإيطالي. دافيد مويز وهذا المشرف كل واحد ولعبه والتكتيك تاعو. أظن أن مويز يعلم سعيد بالرحمة كثيرا بطريقته لعبه، لا يسجل ولا تراه يقدم تمريرات حاسمة فوق، يعني وين يضع الكثير لعدة يعني العديد من الهجوم ومنتصف والدفاع، يعني وين يخاف الخصوم بالسرعة والمرتدات. سعيد يستطيع اللعب يعني تسعة، يعني وين هدف عند الحاجة والضرورة القصوى لإرباك الخصم. أما هنايا يعني من يعتمد على اسلوب يعني مغاير، وين يقول لك بالرحمه في المنتخب الوطني ما كاش المكانه تاعو، هذه هي.
لازم نفرقوا كي نبغوا نحضروا دي فوا نسبقوا الاحداث. نورمالمون نفرقوا بين مدرب خليجي ومدرب يعني اوروبي، هذه لازم نفرقوا بيناتها. هذه هي شوف انت يا انا هضرنا لكم تاع الكوب دافريك وين جاب لعاب، هذه صحيح انا هضرناها كملناها قوينا هضروا فيها. يقول لك لا ما كان والو بالرحمه ما عنده من المكانه تاعو يعني اودي. والله لا الهوله ليكم يعني الهوله ليكم الهول لهوال الهول لهوال عليكم ساكن. والله واش راه يقدم راني تفرجوا فيه واش راه يقدم بالرحمه يعني ما بتامنش والله ما تأمن والله رحمة ما يلعب شي في ليكيب ناسيونال عيب كبير. والله لا عيب كبير ايوي. هذه هي كرة قدم، هذه هي رانا مع مدرب لي يشوف العكس، يشوف العكس بزاف بزاف صوالح. والله لا عيب والله لا عيب أولا عمي والله عيب والله لعيب عليكم. أبقى ثاني بالشكل أكثر الشهر القادم في قطر، هذا بالرحمة 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 يلعب كرة عند بالرحمة بالرحمة أنس والله لا هذا كرة جزائري طنطاي هنا ترفع المرمى يا كبيرة برافو بالرحمة سعيد يا كبيرة بالرحمة الاستلام أولا والله لحياة كبيرة اخويا والله 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 قال كلش محاولات مستمره قال كلش الفريق الحديدي بالرحمه امامنا والله لا قال كلش سعيد تبرير عند الجزائري اوه سعيد تدلى قول شدلى عليك قول قولاتي وزره يشوف المزعف تاكو دخلت تاكو دخلت والله شيخ والله لا شيخ يا المشرف انا نقول لك انا بلي راك داير اكبر غلطه في حياتك. كاين زوج اللي حكرتو كاين بزاف حكرتو بصح كاين زوج اللي ما شبعناهمش معاك. نقول لك شكون كاين بالرحمه وكاين ادم الناس ما شبعناهمش معاك بسبب الاخرين تاعك. هذه هي والله ما شبعناهم معاك كاع كاين زوج ما شبعناهمش معاك. هذه يا خويا ايوه اهواء.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني معنا ودائما معكم بجديد وربي يحفظكم خاطي.